هو بداية لرؤية الجنة التي أعدها الله لك. أينما تكونوا يدرككم الموت. لماذا أنزل الله هذه الآية؟ أو أقل من ساعة ونصف، مات 9646. أن كل واحد منا يفصله عن قبره ساعات معدودة فقط. كيف تكون في كل لحظة مستعدا للموت؟ صلي صلاة مودع حتى يتبين لهم أنه الحق. السلام عليكم ورحمة الله. أخي الحبيب، اعلم أن بينك وبين القبر ساعات قليلة فقط، ساعات تفصلك عن حياتك في القبر. سأحكي لك هذه القصة التي وقعت مؤخرا، وتقع آلاف القصص كل يوم. كل يوم هناك آلاف شبيهة بهذه القصة. شاب تناول الطعام مع أهله في الصباح، وبعد أن أنهى وجبة الطعام اتكأ على الأرض وفقد حياته. أتوا بالأطباء، أخذوه إلى المشفى، فارق الحياة تماما. يسر الله له أن يغسل ويكفن ويصلى عليه صلاة الظهر، ثم دفن بعد الظهر. الشاهد هنا أخي الحبيب أن هذا الشاب مات موت الفجأة، فهو لم يعاني من أي مرض في حياته وكان سليما تماما. أنا أريد أن أحمل لك العبرة أن المدة التي فصلته من حياته بين أولاده وأهله ومحبيه إلى حياة القبر 3 ساعات فقط. يعني في الساعة 10 صباحا كان يتناول الطعام مع أهله، في الساعة 1 أصبح مدفونا في قبره. أنا أحب أن تأخذ العبرة أخي الحبيب، وأن تعتقد أن كل واحد منا يفصله عن قبره ساعات معدودة فقط. الأحلام والطموحات والمخططات والمواعيد والأفكار وما كان ينوي فعله هذا الشاب وغيره، نحن نعلم نسبة الوفيات كبيرة جدا، وبخاصة الموت المفاجئ. قبل أن أكمل أخي الحبيب العبرة من هذه القصة والآيات القرآنية التي تجعلنا نستعد للموت، لا نخاف من الموت، نكره الموت ولكن لا نخاف من الموت، ولكن كيف تجعل لحظة الموت هي لحظة جميلة جدا؟ كيف تكون في كل لحظة مستعدا للموت؟ وماذا أوصانا النبي عليه الصلاة والسلام لنحقق هذا الهدف؟ أولا دعني أخذك إلى هذا الموقع الإلكتروني الذي يعد أعداد الموتى، عداد الموتى. انتبه معي هنا أخي الحبيب، هذا ما نشاهده أمامنا أيها الأحبة، موقع إلكتروني يحصي عدد المواليد الجدد وعدد الموتى. أنا لي وقفة مع هذه الأرقام، نريد أن نتأملها معا لنأخذ العبرة، لأنك لا تدري أي رقم ستكون أنت. انظر معي أخي الحبيب، هنا أنا لدي عداد هنا المواليد. إذن هذا العام 76,527,047,48,50 إلى آخره. هو يعد باستمرار كما نرى أمامنا. عدد المواليد هذا اليوم 21,000، والعداد يزداد. يعني تصور كل أقل من ثانية هناك مولود يخلق في مكان ما، سبحان الله. هنا عدد الموتى أو عداد الموتى هذا العام، طبعا هنا المواليد هذا اليوم مضى منه تقريبا ساعة ونصف،
يعني خلال ساعة ونصف أنا لدي 21,000 ولدوا تقريبا، ساعة ونصف. أنا هذا العداد الذي يهمني عداد الموتى هذا اليوم. انظر معي أخي الحبيب، هذا هو الذي يهمني أنا الآن. اليوم خلال ساعة ونصف أو أقل من ساعة ونصف مات 9,646، 49، 50، 51، 53، 55، 58، 60. انظر، كل تكة هناك شخص يموت، كل تكة هناك شخص يموت حول العالم. أي رقم ستكون أنت بين هؤلاء لا نعلم، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. دعوني أعود لهذا العداد. انظر معي أخي الحبيب، اليوم خلال ساعة ونصف ولد 21,000 ومات 9,700 تقريبا و33، يعني المواليد أكثر من الضعف تقريبا. هذا العام كما واضح هنا في الأعلى ولد 76 مليون، نحن الآن في الشهر السابع 2024، يعني لغاية شهر 7 2024، خلال أقل من 7 أشهر خلق الله، خلق 76 مليون وكذا، وملك الموت خلال هذه الأشهر السبعة هنا، هنا أيها الأحبة، إذن خلال 7 أشهر 2024 ملك الموت قبض روح 34,628,000. انظر إلى تقدير الموت، نظام مقدر، عداد. الله سبحانه وتعالى يقول نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. لا أحد يستطيع أن ينقذ إنسانا من الموت أو يطيل عمره ثانية واحدة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، سبحان الله. فانظر معي أخي الحبيب، خلال ساعة ونصف يموت 9,900 شخص حول العالم. هذا الشكل أو هذه الأرقام حقيقة وأنا أتأملها تدعوني أن أفكر، هل تستحق حياتك أيها الإنسان كل هذا التعب والعناء والهم والغم والتخطيط وأنت بينك وبين القبر ساعات قليلة فقط؟ في أي لحظة يمكن للإنسان أن يموت ثم يصبح في قبره خلال ساعات فقط؟ هل تستحق أن تحمل هموم الدنيا وتفكر أنا غدا ماذا سأفعل، وبعد غد، وبعد سنة، وبعد 3 سنوات؟ يعني هناك أناس يفكرون لسنوات وهو لا يعلم أن أجله قد يكون بعد أيام. فلذلك هنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا قاعدة رائعة جدا، ومن الناحية العلمية صحيحة، سأثبت لكم ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أرادك أن تتذكر الموت 5 مرات كل يوم، كل يوم تتذكر الموت 5 مرات. قال عليه الصلاة والسلام صلي صلاة مودع، صلي صلاة مودع، وكأن هذه الصلاة هي آخر صلاة لك، ستغادر الدنيا بعدها. تخيل معي إنسان يحتضر، يعلم أنه غدا سيموت، ماذا يفعل؟ هل يفكر ماذا يأكل غدا؟ هل يفكر كيف يبني للمستقبل؟ هل يفكر
كيف ينتقم من فلان أو يغضب من فلان أو أن فلان أكل حقه ويريد أن يستعيد هذا الحق، أو أن فلان آذاه ويريد أن يغضب وينتقم، كل هذا التفكير ينتهي إذا أيقنت أخي الحبيب أنك ستموت، أن هذا آخر يوم في حياتك. ثق تماما، هذا أفضل علاج للقضاء على الخوف، للقضاء على المشاكل، على الهموم. فتبدأ تجهز نفسك للآخرة، فإذا أغضبك أحد تبتسم، تقول الحياة لا تستحق أن أغضب، لأنني بعد قليل سأكون في قبري، فعسى أن يترحم علي هذا الإنسان وعسى أن يذكرني بالخير. لاحظ كيف انقلب تفكيرك رأسا على عقب، تحولت من إنسان مهموم يلهث وراء الدنيا إلى إنسان بسيط يأخذ الأمور ببساطة، يصبر على أذى زوجته، زوجة تصبر على أذى زوجها إذا أدركت هذه الحقيقة أن الموت قريب، تصبر على الظروف الصعبة. كثير من الناس يعاني من ظروف اقتصادية صعبة ليس لها من دون الله كاشفة، يصبر عليها، يصبر على أذى من حوله من الناس، يصبر على أذى أقربائه مثلا. فتجد لسان حال المؤمن الذي يفكر بالموت يقول أنا عما قريب سأصبح في قبري، في منزلي الجديد الحقيقي، فعسى أن يسامحني هؤلاء، عسى أن يترحموا علي، عسى أن أحظى بدعوة منهم بعد موتي، أو بكلمة طيبة، أو بدعاء يعني ينفعني في قبري. فلذلك أخي الحبيب النبي قال صلي صلاة مودع، وقال أكثروا من ذكر هادم اللذات وهو الموت، والله تبارك وتعالى ذكر الموت أكثر من 100 مرة في القرآن على فكرة. أينما تكونوا يدرككم الموت. لماذا أنزل الله هذه الآية؟ يعني هل هي معلومة؟ يعني نحن لا نعلم أن الموت سيدركنا في أي مكان؟ نعلم، حتى الملحد لا ينكر هذه الآية على فكرة، حتى الملحد يعلم أنه سيموت، ولكن العبرة هنا والحكمة من هذه الآية ليذكرك أن الموت قريب منك جدا، أن ساعات قليلة تفصلك عن الموت أو عن القبر. فلذلك لا تنغر في الدنيا، لا تستكبر، لا تحمل هذا الهم، لا يستحق الأمر. هناك من يموت من الهموم. وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يتذكر الموت، دائما في كل يوم. يعني مثلا عندما يستيقظ من نومه دعاء الاستيقاظ ما هو؟ كل يوم كان يقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، إليه البعث، يعني هو الذي يحيي الموتى، النشور يعني إحياء الموتى للحساب يوم القيامة. احفظ الدعاء أخي الحبيب، الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، لأنك في كل يوم تموت، الموتى الصغرى وهي النوم. عندما كان ينام كان يقول اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها، يعني إذا كتبت علي الموت وبقيت نفسي عندك، لأن الله يتوفى الأنفس أثناء النوم، الأنفس يتوفاها الله ثم يعيدها يرسلها، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها أعدتها لي، يعني عدت للحياة فاحفظها. فكان في كل لحظة يتذكر الموت، ولذلك كان مطمئنا في حياته، لم يكن يحمل هموم الدنيا، كان همه الوحيد هداية البشر، همه الوحيد أن ينقذ الناس من عذاب الله. وبالتالي أخي الحبيب خلاصة هذا اللقاء لكي لا أطيل عليكم،
والله إن تذكر الموت متعة. لماذا؟ سأقول لك باختصار. الموت بالنسبة للمؤمن، الكافر ليس لي علاقة به، حسابه على ربي. أنا أتحدث عنك أخي الحبيب كمؤمن رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إذا رضيت بهؤلاء الأربعة كان حقا على الله أن يرضيك لحظة الموت ويوم القيامة. فأنت ستموت راضيا عن الله عز وجل وعن قضاء الله. سيكون موتك هو نهاية للمرض، نهاية للحزن، نهاية للخوف، نهاية للهم والغم، نهاية لحاجة الناس. صعبة جدا أن تحتاج الناس ولا أحد يلبيك ولا أحد ينظر إليك أو يساعدك. الموت هو نهاية للذل، هو نهاية للظلم، هو نهاية الأذى الذي تتعرض له، هو نهاية كل الأمور السيئة بالنسبة للمؤمن، وهو بداية لقاء الله. هل هناك أجمل من لقاء الملك عز وجل؟ هو بداية لرؤية الجنة التي أعدها الله لك، هو بداية لرؤية الملائكة، هو بداية للفرح، هو بداية للاستبشار، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون. فلذلك إذا نظرت للموت هذه النظرة أنه هو أول خطوة على طريق لقاء الله عز وجل والنظر إلى وجهه الكريم، صدقني ستعيش حياة آمنة مطمئنة، كما قال تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا في الدنيا الحياة الطيبة، ولكن في الآخرة: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.